سلام، نتمنى أن هذا الفيديو يلقاك بخير ولا خير. غبرت عليكم هاد الجوج سيمانات، واخا كنت وعدتكم ان كل سيمانه ان شاء الله غنبقى نحط لكم فيديو، ولكن كانت تحت مريضه بزاف، وللاسف ما قدرت لا نكمل المونتاج لا نصور على خاطري لا اصلا نكري كونتينو هكا على العموم. فدرت هذيك لابوز، كنعتذر وصراحه انا ما كنمرضش دغيا، يمكن كانت كوفيد الله اعلم، حيت جاتني واحد المرضى وكنشوف بلي بزاف ديال الناس دابا مرض. ما عرفتش واش الجو شويه صعيب، واخا كما قلت لكم انا كناخذ كاع السوبر فودز سكين جبير، كتشوفوني كناكل صحي وكل شيء، فكنحاول ما امكن انني نعزز المناعه ديالي. ويجي النهار اللي نهضروا على هاد القضيه هادي ديال كيفاش نعزوا المناعه ديالنا، شنو نقدروا ناخذوا يوميا باش ما نمرضوش دغيا، والحمد لله على كل حال. اليوم الفكره ديال لا فيديو هو انني غندير معكم انبوكسين لي ماغازون جابوني اللي كنلقاو في لي مول، اللي تيكونوا يا اما في المول يا اما في لاغار، بحال مينيسو بحال ميموسو، المهم ولاو بزاف من هادو كيبيعوا داكشي بحال اللي كنقدروا نلقاو مثلا في الي اكسبريس، ولا كنلقاوه اونلاين اللي تيكون اوتيل وكيتستعمل وكيكون زوين وكيكون الثمن ديالو هابط. هادشي ماشي اشهار ما حتى شي حاجه، قلت غير ندير معكم انبوكسين وفي نفس الوقت نجاوب على واحد الاسئله جمعتهم هنايا. هاد الاسئله ماشي فورسيمون طرحتهم عليا، ولكن اسئله اللي انا عارفه انهم بزاف الناس يبغيو يعرفوا الجواب ديالي عليهم. نبداو على بركه الله بعدا بالانبوكسين. الاول دخلت لواحد الماغازان سميتو، شنو سميتو؟ سميتو غزيميفي كوريان براند، هادي سي اون مارك كوريا ماشي جابونيز، سمحوا لي غزيميفوك. الوغ نوريكم شنو خديت من هاد من عند هادو. خديت هاد لي لانجيت اللي كيتحطوا في الكوزينه، صراحه عجبني غير الشكل ديالهم، بعدا داير 30 درهم 30 درهم وعجبني اللون، حيت انا كيعجبوني هاد الالوان هو اللي اتيغاني في الاول، ويعجبني ان يكون عندي شي حاجه هكا في الكوزينه، حيت انا كنقيل نمسح اي بلاصه كنبغي نمسحها ونعاود ونعاود، فهذا جو بونس غيكون اوتيل. وكنستعمل بزاف لي لانجيت في الكوزينه، بغيت نجرب هادو نديرو لهم انبوكسين نشوفو اين ريحه فيهم. بسم الله، في ريحه زوينه بزاف، ريحه ديال الحامض، نايس زوين. هذا نجاوب دابا على السؤال الاول، هو بايز ان ذا فيرست ديت، شكون اللي كيخلص في اللقاء الاول، اللقاء الغرامي الاول ماشي غير اللقاء مع اي واحد. هاد السؤال يمكن من الاسئله اللي كتطرح بزاف، واللي كل واحد عنده الراي ديالو فيها، وكنحترم كل واحد عنده واحد الاجابه لشكون اللي كيخلص في الفيرست ديت، اول مره غتلاقى مع شي واحد ولا غتلاقى مع شي وحده، كل واحد فينا كيشوفها بالطريقه ديالو. انا نقول الراي الشخصي ديالي اللي تقدروا ما تتفقوش معايا فيه، مهم ما كرهتكمش تجاوبوا على هذه الاسئله في لي كومونتير باش نعرف الراي ديال كل واحد فيكم، حيت بحال هذه الاسئله كل واحد عنده الراي ديالو فيها مختلف. الوغ في اول ديت صراحه انا كنقول كل واحد يخلص على راسو، حيت داك الانسان ما كتكونش كتعرفو مزيان، ما كتكونش عندك معاه علاقه كبيره، فكنظن ان كل واحد يخلص على راسو. كاينين الناس كيقولوا اللي كيعرض هو اللي كيخلص، يمكن، ولكن انا كنقول وا عرض عليك زعما بغى يتلاقى معاك وكل شيء، ولكن صافي با دير ان خاصو يخلص. المشكل بقات في ديك لوبليغاسيون، حتى واحد ما خاصو يخلص، انا في الراي ديالي الخاص اللي قادر يخلص يخلص، اللي بغى يعرض على الاخر تشوف راسك كيفاش حسيتي، ولكن اون برينسيپ خاص كل واحد يخلص على راسو في اول مره، حيت هذاك الانسان ما كتشارك معاه حتى شي حاجه، ما كتعرفوش مزيان، ما عندكمش واحد العلاقه اللي كبيره باش يخلص عليك. مثلا راجلك يقدر يخلص عليك، تقدري تخلصي عليه حيتاش عارفين بعضياتكم، ولكن فيرست ديت انا كنظن بان كل واحد يخلص على راسه، وواحد فينا الى دار لو جيست علاش لا، حيتاش خاصنا نتعلموا اننا نعرفوا نعطيو ونعرفوا ناخذوا.
ونعرفوا نقولوا شكرا. فإلا كان الاخر غادي بروبوزي انه يخلص عليا نقول شكرا بزاف ونفرح ويعجبني الحال، ولكن لما بروبوزاش ما خاصش يبقى فيا الحال. ولكن نهضر على شخصيا خاص يكون واحد ليفور، حيت انا غندير داك ليفور. ما بقاتش واش انا مراه ولا انا راجل، بقات في انني انا كانسان تربيت على واحد الاخلاق ديال الكرم، خاص داك الانسان يدير ليفور. بحال دابا انا مع صحابي، مره انا كنخلص، مره هما كيخلصوا، مره كل واحد كيخلص على راسه. ولكن ما يعجبنيش يكونوا صحابي اللي عمرهم ما كيبروبوزيو، ماشي حيت بغيت يخلصوا عليا ولا حيت بغيت نخلص عليهم بزز، غير الفكره ديال ان الانسان كيكون كريم وكيبغي يبارطاجي معاك يعطيك شي حوايج، هذه شي حاجه اللي انا شخصيا كتعجبني وصافي. زعما هذا هو لو برينسيپ اللي تمشي عليه، ان الانسان يبان بانه كريم، بانه ظريف، وبانه معطاء. بحال اللي انا معطاء حيت عارفه راسي كنعطي وعارفه راسي ما كنبخلش. فهذه هي زعما الجواب اللي عندي على هذا الشيء. ندوزو الحاجه الثانيه اللي خديت. خديت هاد الطابليه ديال الكوزينه حيت ما عنديش، كانت عندي وحده وتقطعات ديال الثوب. صراحه كانت عندي وحده ديال الجلد، واخا كتفزق حوايجك ولا كتقاس ما كتوسخش. بصراحه خاصني نمشي نقلب على شي وحده اخرى، ولكن هذه زوينه دايره 39 درهم ستيليا. سورتو كان انا كندير لي فيديو ديال الطبخ، كنبغي نلبس شي حاجه بحال هكا. كنت غناخذ جوج، ولكن قلت حتى نجرب لا كاليتي ديال هادي عاد نرجع مور شي موديل واحد اخر ان شاء الله. دابا نجاوب على سؤال ثاني. Having a best friend while you are in a relationship، زعما انني نكون في علاقه مزوجه ولا في علاقه ويكون عندي best friend. تكون عندي best friend بنت ماشي مشكل، best friend دري انا كتجيني ناقصه شويه، حيتاش best friend ديالك خاص هو يكون راسك بعدا. ما محتاجش يكون عندك best friend. وانا زعما من الفكره اصلا ديال best friends ما كنامنش باللي عندي واحد best friend صافي كنقول لها ولا كنقول ليه كلشي. كنامن بان كل واحد عنده البلاصه ديالو وعندو القيمه ديالو في حياتي، وكل واحد على حسب هو شنو تيدير معايا وعلى حسب انا شنو تندير معاه. فما تنامنش اصلا بالبرينسيپ ديال بيست فريند ولا يكون عندي هذا. عندي اصدقاء رجال وهذه شي حاجه اللي مزيانه، ولكن كتبقى في حدود الاحترام. يعني شنو هو اصلا بيست فريند؟ صديق اللي كتحترمو كيحترمك كيعاونك فاش كتكون محتاجو ماشي كتر. وكنظن بان البارتنير ديالي خاصو هو يكون بيست فريند ديالي، حيت الا ما كانش هو اصلا اعز انسان عندي فما كاينلاش اصلا يكون هو البارتنير ديالي. دونك بيست فريند انا ما كنشوفهاش اصلا فكره بحد ذاتها، كنشوف بان فيما كان شي حد اللي معايا سانسير وقلبه مزيان وكيحترمني وكل شيء راه كيبقى امي ديالي في اي وقت. ما غاديش يكون اولويه على نفسي وعلى العلاقه ديالي، حيت اصلا العلاقه ديالي خاصها تكون اصلا هي فين كنلقى راحتي اكثر. فما كنامنش بالفكره بحد ذاتها. ندوزو الانبوكسين الثالث. هذا اكسايتد وما بغيتش نحلو داك النهار فاش جبته، قلت غادي نستعملو. داير 39 درهم، فيه كدير فيه الكلينكس ولي موشوار. كلينكس لي موشوار كيجي زوين، حيت في الصالون انا عندي الالوان شويه نوتر، وفاش كنبغي شي حاجه كنلقاها في البيض كتجي شويه كتهرس. الا درتها في الكحل غادي تخسر لي اللون، ما كنلقاش داك الخضر بالضبط اللي عندي اصلا في الصالون. فهادي ترانسبارنت غتجي زوينه بزاف مستيليا، حتى نوري لكم هادشي كامل فاش غنحطو وغنكملو لا فيديو بواحد السينيماتيك ديالي وانا كنحط هادشي في كل حاجه في بلاصتها. دونك ندوزو السؤال الثالث. سؤال ثالث. limits of jealousy in the relationship، الحدود ديال الغيره في العلاقه. انا انسانه ماشي مغياره لا مع الناس صحابي ولا خوتي ولا في العلاقه الزوجيه كاع. ما عنديش هاد الغيره بلا قياس. الغيره شي حاجه طبيعيه انك تبغي شي حد وتخاف انك تفقدو، حيت هذا هو في الديكسيونير اللي قلبتي على لا جالوزي كتلقى لا بور دو بيردغ quelque chose ou quelqu'un. وانا ما كنشوفش، كنامن بان الارزاق، بان كل حاجه ما كنفقدوهاش، وكل حاجه اللي كنملكوها
راه ديالنا والناس ما كنملكوهمش. فما كنامنش بالبرينسيپ ديال الغيره، وكنامن بانني مادام في واحد العلاقه اللي ما كنحسش بها بالغيره انني في علاقه اللي فيها الثقه. تقدر تجيكم هاد الهضره تخي بلاتونيك وتخي ما عرفتش اوبتيميست هذا، ولكن جال بصح تنامن بان العلاقات الانسانيه ما خاصهاش تكون مبنيه على افكار اللي ناقصه بحال هادي. واخا عارفه بلي بزاف ديال الناس يكونوا كيتفرجوا فيا كيعانيوا من المشكل ديال الغيره وكيغيروا بزاف، وهادشي ما كيعنيش بانني لو وصلت ولا تدفعت لواحد الحد انني ما غاديش نغير. ما عرفتش في الخيانه في شي حد اللي كيحاول انه يتقرب للبارتنير ديالك ولا عادي انك تجيك الغيره، ولكن يو دو سامثينغ اباوت ات، غادي دير شي حاجه باش تبدل داكشي، ماشي غتخلي داكشي كما هو، وغتشوف واش الطرف الاخر اصلا عجبو الحال ولا لا. فما عرفتش هاد الاسئله زعما ماشي كنبغي نجاوب عليها بالسطحيه، غير الناس اللي غتفهمني هي اللي غتفهم علاش كنجاوب هكا، ماشي بغيت نكون سطحيه ولا، ولكن بصح انا انسانه اللي ماشي مغياره بزاف، نقدر نغير فواحد الحد. وإلا حسيت بالغيره كنحاول نشرح لراسي، راه واحد الدبانه هذا البودكاست فيه دبانه، دخلت معنا الاستوديو ما عندنا ما نديرو. قلت لكم الغيره انا بالنسبه لي ماشي شي حاجه اللي كنعيش بها يوميا، والا تحطيت فيها كنحاول نطرح راسي على راسي السؤال علاش، يا اما في العلاقات يا اما شي حد فاتني في شي حاجه وحسيت بالغيره. هذه يمكن اخيب حاجه نقدر نحس بها، حيتاش ما كيعجبنيش الحال نحس بالغيره، ففي العلاقه ولا في الصداقه ما كيعجبنيش نحس بالغيره. بعد مرات كنحس بالغيره في مثلا مع شي صاحبتي، كانت عندها شي صاحبتي شحال هادي كانت كتوقع لي، دابا مابقاتش كتوقع لي، شي صاحبتي عزيزه عليا وعندها صحاباتها واحد اخرين، نقدر نحس بواحد الاحساس ديال الغيره، ولكن كيكون راجع غير للتجربه ديال ان داك الانسان عزيزه عليا بزاف، وان ديجا كانوا عندي دي زيكسبيريونس ديال ان الناس فاش تقربوا لناس واحد اخرين صافي يقلبوا عليا، ولكن داكشي كيبقى شحال هادي. دابا كبرت وما بقاش عندي هذا المشكل الحمد لله، ووليت راضيه مع راسي على راسي. ففيما كان شي حد عوال يقلب عليا حسيت به ماشي هو هذاك معايا وهذا، صافي كنقول راه ما تفاهمناش وكل واحد كيشد طريق. زعما انسان اللي غيبقى معايا في حياتي وحنا عندنا واحد شنو كنقولوا بحال شوك اليكتريك، ماشي ميم با لو شوك اليكتريك، لو كورون ما دايزش مزيان فما كنحسش بشي حاجه. فالغيره بالنسبه ليا هو واحد الاحساس اللي يقدر يجي اللي هو طبيعي، غير هو خاصو يكون ريزونابل ولوجيك ونتعامل معاه بواحد الطريقه اللي لوجيك. زعما هذا الجواب ديالي الصريح. انبوكسين الرابع ديال لي برودوي. دابا لقيت هاد الشبيكات في مينيسو جو بونس دايرين شي كدا و 30 درهم، ما فايتينش 40 درهم. فيها هادي وفيها هادي زوينين بزاف، كانت عندي وحده وما عرفتش فين مشات، فهادي زوينه وكانت غير في الخضر، انا ما كنبغيش ندخل اللوان بزاف للدار، كانوا في الغوز، كانوا في الغوز وفي الخضر وفي شي لوان اللي ما بغيتش ندخلهم، دونك اختاريت الخضر اوموان يجي في اللون ديال الخس واللون ديال القرعه. جاوبوا دابا على السؤال الرابع هو buying expensive gifts for your partner، نشريو كادويات غاليين لحبيب القلب ولا البارتنر. فاش كنهضروا على كادويات غاليين واش كنهضروا على رولكس، نهضروا شي رولكس دايره شي 7 المليون الفوق، ولا على شي طوموبيل، ولا على شي بقعه ارضيه، ولا على شي كادو ديال الذهب، ولا شي مكانه دايره، المهم على حسب كل واحد عاوتاني كيفاش كيشوف شنو هي اكسبنسيف. كاين اللي يشوف واحد المكانه ديال 3000 درهم. انا كنامن باللي كل واحد كيدير الكادو على قد جهده. مثلا انا ماشي عندي ديك 7 المليون في الكونط غنمشي نشري بها رولكس للبارتنير ديالي حيتاش كنبغيه بزاف، امبوسيبل، حيت راسي ما غنشريش لراسي رولكس ب 7 مليون وهي اللي عندي في راس مالي. قلت لكم رولكس زعما ماشي اديسيون غير هذيك سونز اوبسيون ديال 7 مليون. ما غاديش نشري كادو غالي الا ما عنديش لي مويان ديالو، ولكن الا انا عندي فلوس بزاف علاش لا، زعما بحال اللي غنشري شي حاجه نقدر نشريها اكسبنسيف، غير ما تكونش فايته الجهد ديالي وما تكونش فايته القيمه ديال داك الانسان عندي. ما تفهمونيش غلط، راه ماشي كنعطي القيمه ديال الناس بشحال عندهم ديال الفلوس عندي، ولكن داك الانسان شنو كيجيني وشنو كيمثل ليا وشنو كيدير على قبلي. مثلا لي بارون، الوالدين، الخوت والخوت اللي عزاز واللي كيديروا على قبلنا شي حاجه، ماشي اي نوع ديال الخوت، اصدقاء اللي تا هما تيديروا على قبلنا شي حاجه كنقول علاش لا،
نقدر ندير ان كادو زوين. وحتى راجلك الا كان كيتهلا فيك وكيعطيك كتحسي به حتى يحيدها من راسو وكيعطيها لك، فعلاش لا ما ديريش ليه حتى يا كادو؟ ولا علاش لا انت ما ديرش لمراتك كادو الا كانت كتستحق؟ باغ كونطخ الناس اللي كيكونوا غير مازال ما مزوجينش، مازال ما عندهمش واحد العلاقه اللي مضمونه 100%، كنظن بان سي با نيسيسير ان الواحد يدير دي كادو كبارين، حيتاش في اي وقت تقدروا تفارقوا. ما بقاتش ان زعما راه غادي يمشي بالكادو ديالك وتقول له رجعوا لي، حيت ما كنامنش بان الناس كيرجعوا لي كادو. ولكن زعما انا الا عطيت شي حد كادو وما بقيتش كنهضر معاه ومشيت نقول له رجع لي كادو ديالي، هادي امبوسيبل نديرها. تعرفي عطيتو شي حد، عطيتو شي مرسيدس وكنت شاربه الدواء امشي نقول له رجع عليا، لا كنضحك. كما قلت لكم على حساب لا سيتواسيون، غير هو فاش ما كتكونش عندنا واحد العلاقه اللي مضبوطه مع واحد الانسان، كنظن بان الواحد ما يغيسكيش بزاف، سورتو الا كنتي داك الفلوس واقف عليهم وكيعنيو لك بزاف، فماشي مزيان نجيو نبقاو كنشتو فلوس ديالنا على قبل الناس اللي ما عارفينش العلاقه ديالنا بهم فين غتوصلنا، فين غنمشيو بهاد العلاقه. ما عرفتش، انا كنقول الناس اللي تقدر تشري لهم ان كادو اللي دو فالور هما الناس اللي كيجيوك شي حاجه واللي قراب ليك واللي عارف 100% انهم غيبقاو معاك ديما، ماشي حيتاش بغيتي تشري لهم داكشي وبغيتي يبقاو معاك ولا بغيتي تملكهم بداكشي اللي كتشري لهم، ولكن ماشي غتجيو تبدا تفرق فلوسك. هذا رأي الشخصي ديالي. وعاوتاني كتبقى على حساب شحال عندك ديال الفلوس، تقدر تكون ما واقفش على فلوس كاع فماشي مشكل. هذا من مينيسو، مينيسو باش زوين كيكتبوا السميه ديالهم في لي برودوي، كيديروا البراندين، الاخرين لا، الاخرين غير كيبيعوا ولكن ما كايناش سميتهم في الباكاجينغ، دونك بحال كيشريو وكيحطوا في ستور ديالهم وصافي. هادشي نقدروا عليه نهضروا عليه شي نهار في شي حاجه ديال الماركتينغ وشويه ديال لي تكنيك. هادو الشتاء ديال اللسان، فاش كنحكوا سناننا هذا كنحكوا به اللسان، حيتاش اللسان كيبقى فيه مثلا كليتي الثومه ولا كتبقى البقايا ديال شي حاجه، كيغسل اللسان مزيان مزيان. وقلت نجربو، صاحبتي ديجا عندها وقالت لي راه زوين، دونك فيه جوج جو بونس ما فايش 30 درهم. Does age matter in a relationship؟ واش السن مهم في العلاقه؟ كنظن بان عاوتاني غنعطيكم جواب شويه فاغ، ولكن كنامن بان السن ماشي هو كلشي. واحد الوقت كنت ضد السن، الفرق كبير مثلا كيكونوا جوج الناس بيناتهم 10 سنين ديال السن ولا بيناتهم 20 عام، كنقول لا راه ما يمكنش وهذا، هادشي في حدود داكشي اللي ليغال، ما عندك قل من 18 عام ما كنناقشوش، كنناقشو من 20 عام للفوق. الا كان بيناتكم واحد الفارق ديال السن كبير كنت شحال هادي، كنقول مثلا هي عندها 20 عام و 40 عام، هادي شي حاجه اللي انكسبتابل. ولكن من بعد مع الوقت بديت كنشوف باللي راه سي دو كا بار كا، وكل انسان كيفاش كيختار انه يتعامل مع العلاقات مع الناس، كل واحد كيفاش اصلا لاج ديالو داير والشخصيه ديالو بزاف ديال الحاجات. فما تنامنش بان لاج عنده دور، يا اما كان هو كبير عليك بزاف يا اما كنتي كبيره عليه بزاف، ما كنشوفوش انه واحد الحاجه اللي كبيره. شحال هادي كنت كنشوف واحد الحاجه اللي كبيره، ولكن دابا ما بقيتش كنشوف حاجه كبيره حيت شفت بزاف ديال التجارب، بزاف ديال الناس، بزاف ديال اكسبيريونس، كتلقى لا فام كبيره على لوم دي زاني وما كاينش مشكل وعايشين مزيان وفرحانين، ولو برينسيپ ديال انهم يكونوا فرحانين و اوغو في داك لو كوبل كاين، فما كاينش لاش. كاين دي كوبل اللي قدهم قد ما كيتفاهموش، كاين اللي بيناتهم 4 سنين، اللي قل من 5 سنين، اللي بيناتهم 20 عام ومفاهمين، دونك ما كنشوفش باللي كاين واحد المشكل في لاج اللي بيناتكم، اكثر من انه يكون مشكل في العقليات ديالكم واش متفاهمين ولا لا، واش لو برينسيپ اللي كنقلبوا عليه ديال اننا نكونوا فرحانين مع بعضياتنا كاين او لا لا، في حدود ليغال وفي حدود الحاجه اللي خاصها تكون. نديرو انبوكسين، قلت لكم ما بغيتش هذا الحساب، ولكن هذا من مينيسو حتى هو ما فايتش 40 درهم. هادو شنو كنقول لهم، بيوتي بلندر، سميتو ميك ايبونج ماكياج سكوير اند وين، هادو بيوتي بلندرز. نورمالمون كي خاصنا نبقاو نبدلو، انا راه كان عندي واحد استعملته بزاف ديال المرات، مي حيتاش كانت سالات لي هادي كنبقى كل اوزاج كندير جوج ثلاثه المرات وكندلوحها باش ما كتعمرش بلي ميكروب،
وحيتاش ما غاليهش بزاف، وهذا زويون وفي هذا الغوز اي لاف ات. باش ما بقاوش نستعملوا البيوتي بلندرز ديالنا ونعاودوا حتى كيجمع لي باكتيري، وهادشي ما مزيانش لابو. سينون كاين الناس اللي تيغسلوا البيوتي بلندرز ديالهم. نشوفوا كيسطون واحده اخرى. هاد الدبانه اليوم دارت معنا بودكاست. عاش لي جا الدبان. يمكن الصهد ما عرفتش صراحه، وما كنحلش راجم صراحه، كنحل واحد الجهه مي ماشي مشكل. هادي منين جات دابا وصغيره يلا تولدات. who should have the control in the relationship؟ شكون اللي خاصو يكونترولي relationship، العلاقه؟ شنو كنعنيو بيكونترولي العلاقه؟ زعما القوامه، ولا شكون اللي كيحكم؟ كنامنش بلي كاين واحد العضو هو اللي كيحكم، اكثر ما كنامن بان يكون تفاهم واحترام، ويكون عندنا واحد الهدف، واحد الهدف بجوجنا يكون عندنا هدف واحد، ونكونوا كنحترموا بعضياتنا على هذاك الهدف، ويكونوا عندنا لي ميم برينسيپ. سي طاجا ماشي واحد كيشرق واحد كيغرب، وهادشي كنعرفوا النهار الاول. النهار الاول كنعرفوا راسنا شنو هي الديانه اللي عندنا اون كومون، كنعرفوا شنو هما لي برينسيپ اللي عندنا اون كومون، والنهار نبدلوا شي حوايج نتفقوا عليهم، ونشوفوا واش مسلكنا اننا نبقاو في ديك العلاقه بدوك الافكار اللي غاديين وكيبروغريسيو. ولكن ما كاينش واحد اللي تيحكم، حيتش ان يكون واحد كيحكم الاخر كيتمرد، واحد كيحكم في الاخر، واحد كيدير القوالب باش يوصل داكشي اللي بغا، فما كيكونش واحد تفاهم حقيقي، اكثر من انه كيكون واحد عند باله كيحكم والاخر كيضرب من التحت. فما كنشوفهاش شي حاجه اللي ضروري واحد فينا يكون كيحكم، اكثر من اننا نكونوا كنحترموا بعضياتنا، وكنشوفوا بعضياتنا اننا انسان بعقلو وعارف راسو اش تايدير، وعارف راسو فين غادي، واختاريتو النهار الاول على اساس ان داك الانسان راه عنده عقل كي فونكسيون بيان وخدام. زعما العقل اللي خدام ماشي هو اللي خدام. قربنا نساليو انبوكسين هادو تا هما من مينيسو جو بونس، من مينيسو تا هما فايت 40 درهم جو بونس. هادشي كامل تقريبا حتى حاجه ما فايت 40 درهم، حتى حاجه ما فايت 40 درهم. هادو هذا منجره ديال القلم ديال الماكياج، المهم نقدروا ديروا به منجره اللي بغيتوا، ولكن انا عندي هادوك لي كريون ديال الماكياج، ما عنديش منجره. كنشري لي كريون كنستعملهم شي 5 المرات وما كنعرفش نستعملهم حيت خاصهم يتنجروا، دونك خديت هذا فيه جوج ديال الريوس وصافي. نجاوب على السؤال. هنا falling in love a lot of times in a lifetime، نبغيو بزاف المرات في حياتنا. سي بوسيبل، حيتاش الحب ماشي مثلا داكشي ديال الحب الاول هو الحب الذي يبقى، والحب الاخير ولا ما عرفتش داكشي، لا ما تفهمش بهادشي. الحب كيبقى في التفاهم، كيبقى في الانسان اللي كيحترمك واللي كيعطيك واحد الاحساس، واحد الشعور بالطمانينه. بحال اللي كنقدروا يكونوا عندنا بزاف الاصدقاء في حياتنا، بحال اللي يقدروا يكونوا عندك بزاف لي بارتنير في حياتك، وهادي شي حاجه اللي حتى في الاسلام ما محرماش، وحتى شي برينسيپ لوجيك ما تيحرمها، وما ما كيخليها تبان خايبه اننا نكونوا بغينا بزاف المرات في حياتنا. غير ما نبغيوش بزاف الناس دقه واحده، هذه هضره اخرى. كتبغي بزاف الناس دقه واحده ما يمكنش، ولكن راه كاينين الناس اللي كيتفارقوا، كاين الناس اللي الله يحفظ كيموتوا، كاين الناس اللي ما يمكنش تبقى واحد الانسان صافي كتبغيه، بغيتي مره واحده صافي ما تقدرش تبغي من بعد. انا بالنسبه لي هذه ما كتعني حتى شي حاجه، تقدر تبغي بزاف المرات في حياتك، غير يكون تفاهم والاحترام، وان داك الانسان يكون كيعطيك داكشي اللي كتقلب عليه، بانه تيامن بيك، بانك كتامن به، بان بيناتكم واحد الثقه وصافي. تقدر تبغي بزاف المرات في حياتك. ما كنظنش انها ما يمكنش، تقدر تكون صعيبه شويه، ولكن تقدر تبغي بزاف المرات في حياتك، غير ما تبغيش بزاف الناس دقه واحده. هذا هو البرينسيپ، بغي الناس بزاف دقه واحده خاصك العصا، انت حر، حتى واحد ما خاصو العصا. كنضحك. غير انا ما نبغيش بزاف الناس دقه واحده، ابار في الصداقه هذه هضره اخرى. دابا هادو لي ماسك خديت دايرين، هادو تا هما في مينيسو دايرين، الا خديتي 29 درهم كتاخذ جوج، ونوريكم واحد ديال واحد اخر. مي هادو ب 29 درهم كتاخذ جوج، زوينين ما عرفتش صراحه واش الريحه ديالهم زوينه ولا لا، ولكن كنبغي نستعملهم
وكتحس براسك راه درتي شي حاجه. يقدر يكون ما تيدير والو كي انت كتحسي ولا انت كتحس براسك درتي لراسك شي حاجه زايده. صراحه ما عرفتش واش الاسئله على قد لي برودوي اللي عندي هنايا. Can a man or a woman change who they are for love؟ واش راجل ولا امراه يقدروا يبدلوا شكون هما على قبل الحب؟ صعيبه هادي بزاف، ما كنظنش ما يمكنش تبدل على قبل شي حد على قبل الحب، حيتاش الا ما اصلا ما كنتيش كتبغي راسك وما كتحترمش لوثنتيسيتي ديالك وشكون انت والاصاله ديالك، راه الاصل ديالك بلوتو الاصل ولا الاصاله، المهم ملي ما كنتيش كتحترم هادشي علاش يبدلك الحب؟ وما كنامنش بان اصلا الحب كيبدل الناس اكثر من انهم الا بغاو يقروا انهم يبدلوا شي حوايج في راسهم، ولكن ما تكونش بدافع الحب، حيت اش الا كنت كنتبدل على قبل انسان ولا كنحاول تيست الا كنت كنحاول نتبدل على قبل داك الانسان، ف شنو اصلا المعنى ديال الحب في ديك اللحظه؟ وشنو الحاجه اللي اصلا غتخليني نحس براسي مرتاح في ديك العلاقه؟ انا راه كنقول لكم ديما في العلاقات الانسانيه ولا الحبيه، العلاقات الحب ولا العلاقات كما كانت علاقات انسانيه، ما خاصش يكون حاكمها واحد الاحساس ديال التعلق سام ولا اتاشمون توكسيك، بالعكس خاص يكون الانسان اللي غادي يبغي الاخر يبغيه على اساس انه تفهماه ولقاو راسهم عندهم واحد البوان كومون، حيتاش طوال الزمان ولا قصار كما كنقولوا راه ما يمكنش شي حد يبقى كيمثل حياته كامله، تقدر تمثل غير واحد شويه كيما تقدرش تمثل حياتك كامله. فكنظن بان الانسان خاصو يبقى هو هو وما نديروش بالنا بان غنتبدل باش داك الانسان يبغيني، حيتاش يا اما ما غتحملش راسك يا اما ما غتحملوش. وكنظن بان تكون حامل راسك هو اللي غيبقى معاك ديما، وهذا الراي الخاص ديالي الشخصي. اخر اوف لا مازال كاين حاجات واحده اخرين. المهم هادو عطيت لختي وحده، هادو كتاخدو 3 ب 29 درهم جو بونس ولا 35 شي حاجه بحال هكا. هذا فيه الحامض وهذا فيه كوكونا، واللي خدات هي ديال لي مور بيربل. بصراحه ما جربتهمش ما عرفتهمش واش زوينين ولا لا، انا كندير لكم انبوكسين داك النهار غير ما قال لي راسي سيري شري داكشي بور تو فير بليزير وصافي. ونهضروا على هاد القضيه دابا شويه. تسالوا الاسئله صافي تسالوا الاسئله، ولكن نكملوا على هذه النقطه هذه اللي نسولكم وانتم جاوبوني، راه هادشي انا كنسولكم كنعطيكم الراي ديالي وما كرهتش حتى نتوما تعطيوني الراي ديالكم. واش كتظنوا بان الناس كيتبدلوا مور لا واش مثلا شي حد كتقول انا هذاك الانسان غنبدلو صافي حتى نكون معاه وغادي نبدلو؟ هذا خطا تيديروه بزاف الناس، ما عرفتش واش كتامنوا بان الانسان يقدر يتبدل على قبلكم باسم الحب ولا باسم شكون نتوما ولا حيتاش متعلق بكم بزاف. انا شخصيا ما تنامنش بهذه القضيه، حيتاش كما قلت لكم عاد دابا طوال الزمان ولا قصار الانسان ديما تيرجع للمعدن ديالو، واذا كان المعدن ماشي خالص غيبقى يتغسل حتى غنوصلوا للمعدن، حتى غنوصلوا للطبيعه الغير الخالصه ديال داك الانسان ولا ديال داك المعدن. فما كنظنش بان الانسان كيتبدل باسم الحب، وما تعرف الله يعلم، غير انا زعما الا كان شي حد فيه شي ديفو من النهار الاول غادي نضرب عليه ما غنعطيهش فرصه، حيت الحياه لا تقف عند شخص او شخصين او مجموعه اشخاص. هادشي اللي كاين. كاين واحد الاسئله واحده اخرين ولكن نمشي نشوفهم، حيت حطيت لكم في انستغرام واحد كيو ان اي نشوف واش كاينين دي كيسيون. الاعجاب والحب، فرق بين الاعجاب والحب، ريلاسيون توكسيك، كاين شي اسئله جو بونس الناس كي بروبوزيو عليا غير لي سوجي غادي نقدروا نديروا عليها ان شاء الله مره واحده اخرى. شنو كنت باغي نقول لكم عاوتاني؟ بالنسبه لهذا الشيء كامل اللي شريت
هاد الشيء كامل اللي شريت هنايا، كنت بغا نهضر لكم على واحد القضيه ديال الناس اللي كيشريو بزاف ديال الحاجات وما كيتملكوش راسهم. خاصكم تعرفوا باللي هاد الانسان اللي قدامكم مازال واحد برودوي واحد اخر، خاصكم تعرفوا باللي هاد الانسان هادي اللي قدامكم ما نوريهمش لكم دابا، نوري تسالي لا فيديو ونوريه لكم تنسالي الهضره. هاد الانسان اللي قدامكم ماشي شي وحده اللي فاش كتدخل سوبر مارشي ولا شي ماغازون ديال الحوايج كتبقى غير كتشري بالعقل. ديما كنخدم عقلي في لي زاشا، وهادشي فين كنت تعلمته، ما كنتش من ديما بحال هكا، ولكن تعلمته فاش كنت في لونيفرسيتي. كنت اكتشفت البرينسيپ ديال المينيماليزم. راكم عارفين كاين مينيماليزم اكستريم ديال انك ما تشري حتى شي حاجه ودارك تكون خاويه وتكون كتنعس على الارض، ولا تكون كتشري غير الحاجات اللي they bring you joy وكيخليوك تحس بواحد الاحساس ولا كتستعملهم. وهذا الشيء اللي كنحاول انني ندير لا في الحوايج. تشوفوني ما كنشريش بزاف ديال الحوايج، والنهار غنولي محتاجه ان يكونوا عندي بزاف ديال الحوايج غنولي كنشري بزاف ديال الحوايج. وفاش كيجي شي وقت اللي كنكون محتاجه واحد النوع ديال الحوايج كنمشي كنشريهم، ولكن ما كنشريش غير باش نشري، فهمتوني؟ بحال دابا ان ساك دو لوكس نقدر واحد النهار نحتاجو في واحد لو كادغ حيتاش خاصني نعطي به واحد ليماج نقدر نشري. حد الان ما كنحسش براسي محتاجاه. نقدر نتشهاه وبقالي في بالي بزاف ديال الوقت عاد نمشي نشريه. وشنو هي بقالي في بالي بزاف ديال الوقت؟ انه خدمت كاع لي سيناريو اللي نقدر نستعملهم فيهم، وما نكونش كاتبه على راسي نقول لا راه غنحتاجو في هادي وفي هادي وفي هادي وفي الاخر ما نستعملوش. لا، نكون عارفه راسي بلي ديك الحاجه بصح غنستعملها، وضروري غنكون كندير دي زاشا اللي ما كندير بهم والو، غير كنحاول ما امكن انني ما نشريش شي حاجه الا ما كنتش غنستعملها. صافي هادشي اللي كاين. حتى كما كنت ما عرفتش واش كنت قلتها لكم في الفيديو اللي قبل، فاش كنمشي كنتقدى ما كنبقاش غير كنشري نشري 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 الماكله 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 الماكله. فلو كنت كنديرها بزاف كنت كندلوح الماكله بزاف، ولكن ما بقيتش كندير بحال هكاك حيتاش كنضرب الحساب من الاول شنو غناكل ديك السيمانه وكنمشي نتقدى اون فونكسيون ديال لي غوسيت اللي عندي هذيك السيمانه، باش ما تبقى حتى شي حاجه شايطه وما تبقى حتى شي حاجه ضايعه. وهكاك وكتبقى شحال من حاجه ضايعه حيت شحال ديال لي غوسيت كنقول غنديرهم ما تنديرهمش، ولكن على الاقل كننقص شويه الضرر. بالنسبه لانني نشري الحوايج كنمشي نشري الحوايج اللي انا عارفه راسي غادي نلبس، وكنقول بالضبط فين غنلبسهم، شنو هما لي زوكازيون، واش غنمشي بهم للخدمه، واش غنصور بهم، واش غندير بهم كونتوني، واش 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 صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه لبحال هاد العيبات هادو، بحال دابا هاد المنجره محتاجه وحتاجيتها شحال من مره وما لقيت حتى شي منجره عندي في البيغو ولا في هذا، عندي غير منجره ديال القلومه العجين. هذا تسالى ليا محتاجه وفايته شريته وعاوتاني غادي نحتاجه. هاد لي ماسك محتاجههم الكونتوني ولانني نحس براسي مرتاحه في الدار وداكشي نبغي نتهلا في راسي، وشحال من مره كنقلب عليهم ما كنلقاهمش في الدار كنكون محتاجههم. هذا الكوزينه وتا الكوزينه دايوغ الماعن، انا راه كنحمق على الماعن، ولكن كنحاول ما امكن نعرف راسي واش ديك الحاجه محتاجاها ولا لا، حيت بعدا كيعجبوني المقلات المقالي عزيز عليا الطناجر يكونوا زوينين وداكشي، ما تنبغيش نشريهم غير حيت عجبني الشكل ديالهم، كنقول وراه عندي هذيك الطنجره نقدر ندير فيها وندير فيها وندير فيها وندير فيها. دونك ما كنشريش حتى الماعن غير هكاك واخا كيكونوا عاجبني بزاف، باش نلقى فين نديرهم، نلقى كيفاش نستعملهم والاستعمال ديالهم يكون اوبتيميزي. هذا شحال وانا باغيه ناخذو طابليه ديال الكوزينه، هذا شحال وانا كنقول خاصني فين نحط هذا، داير ندمت علاش خديت غير واحد، منجرب بعدا هذا واش زوين ونشوفوا حاجه واحده اخرى. هادشي اللي كاين. ما كرهتش صراحه تقولوا لي اش بان لكم في هاد، ما كرهتش صراحه تقولوا لي اش بان لكم في هاد لا فيديو، في الاسئله اللي طرحت وكيفاش جاوبت عليها، وكثر ماشي كيفاش جاوبت عليها انا، ولكن نتوما شنو الجواب ديالكم على كل سؤال. ما كرهتش تقولوا لي الراي ديالكم، حيت انا عارفه مثلا بحال دابا الفرق ديال السن، عارفه باللي الحب بزاف المرات، شي حوايج اللي كل واحد عنده الراي الخاص ديالو فيهم، وما كرهتش انكم تشاركوا الافكار ديالكم وتقولوا علاش علي جوابك ولا بلا ما تعلوا الجواب ديالكم.
المهم اللي نتوما ارتحيتوا فيه باش يكون واحد لي شانج في لي كومونتير. ما تنساوش تمشيو عندي الانستغرام، راني كنكون ديما تما اكتيف، ودابا شويه غير خاصني نمشي نحط واحد لا فيديو نبوستيها في انستغرام. زوينه جيسبر تعجبكم صراحه، انا ضحكتني ولكن زوينه زوينه بزاف، شي حاجه اللي كتوقع للناس. وما تنساوش انكم ديروا جيم، تابوناو وتفعلوا الجرس باش فيما نحط شي حاجه جديده توصل لكم ما تزقلوهاش. وما تنساوش بانني هاد لي فيديو كنديرهم بحب كبير بزاف، وكنتخيل كل واحد فيكم جالس وكيهضر معايا وكنبغي لي شانج ديالكم معايا، فهادشي كيفرحني بزاف. سورتو فاش كنشوفكم في لي كومونتير ولا كتصيفطوا لي ميساج في انستغرام كتقولوا لي راه هاد الحاجه عجبتني، ولا كتناقشوا معايا شي حاجه في وسط لا فيديو، كنعرفكم تفرجتوا في كلشي وكيعجبني الحال. فتهلاو في راسكم، تهلاو في الصحه النفسيه ديالكم، في راسكم، بغيو راسكم وعرفوا بالقيمه ديال راسكم، حيت ربي ما خلقناش غير هكاك. والسلام عليكم، نتلاقاو قريب ان شاء الله. كاينين دي فيديو في وسط السيمانه، وكاينه فيديو ديال اش بان ليك السيمانه الجايه ان شاء الله باذن الله نهار الحد. تهلاو لي في راسكم وصافي، هادشي كاين جو بونس. That I'm invincible, nobody gonna bring me down.